بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أمام وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب زدني علما، اللهم إني أسألك فيما النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. كده نبتدي بقى نخش في الأجزاء العملي اللي عندنا. شرحنا النظري وزهقنا منه، وعرفنا إيه هي البيزكس اللي المفروض أكون عارفها وأهمها الداتا شيت، عرفت الدوائر اللي أكون عارفها وأهمها دائرة الباور سبلاي، عايزين وعرفنا كمان البرامج اللي هنشتغل عليها اللي هم برنامج المايكرو سي وبرنامج بروتوس، لسه برنامج الوين بيج لسه هنعرفه ان شاء الله على اول بروجكت عملي، واول بروجكت عملي ان شاء الله في خلال يعني فيديو او اتنين هيكون بيتعمل ان شاء الله. دول كده موقعين او رابطين عليهم شرح شويه حاجات كده عن المايكرو سي بس مفتوحين بطريقه جميله جدا، اتمنى الناس تبقى تبص عليهم بحيث ان الناس تستزيد يعني ان شاء الله. هبقى احط لكم الباوربوينت او الناس تعرف تكتب الكلام دوت عن طريق الفيديو تبتدي تخش على الموقع. المفروض دلوقتي في الفيديو دوت ان احنا نخش في اول بروجكت. البروجكت الاولاني عندنا نبتدي نعمله سوفت وير، وبعد ما نعمله سوفت وير ان شاء الله ونخلصه كويس نبتدي نعرف نصممه هارد وير، وهعرفكم ان شاء الله برضه هنصور الفيديو هارد وير بحيث ان الناس تشوفه ان شاء الله رب العالمين. نبتدي نخش في البرنامج الاولاني. البرنامج الاولاني الظاهر في خطأ كده في الترتيب اللي كان، ثواني ماشي. نبتدي نخش في أول برنامج عندنا. البرنامج دوت اسمه الفلاش بروجرام. ايه الفلاش بروجرام ده؟ الفلاش بروجرام ده بيقول لك انا عايز يبقى عندي ليد اركبها على رجل من رجول المايكرو كنترولر، تقيد لمده ثانيه وتطفي لمده ثانيه، وبعدين تقيد لمده ثانيه وتطفي لمده ثانيه، وهكذا لانها كده على طول. طيب اول حاجه عشان بس يعني نمشي بخطوات سليمه في تنفيذ البرنامج او في عمل البرنامج او في التفكير في البرنامج، لازم احدد الانبوت والاوتبوت بتوعي، ده شيء اساسي وده المفروض اول حاجه اعملها. طيب الانبوت اللي هنا ايه؟ واقول لك انا عايز ليد احطه على المايكرو كنترولر على رجل او على بن من بنات المايكرو كنترولر، اعمل فيه ايه؟ اعيده لمده ثانيه واطفيه لمده ثانيه. قال لك في سويتشات؟ ما قالش. قال لك في سنسورات؟ ما قالش. يبقى اذا كده النمبر اوف انبوتس بيساوي زيرو، يبقى انا مش هستخدم انبوتس خالص. طيب تمام، عندك كام اوتبوت؟ هو واحد بس، ده هو ليد واحد اللي هو عايز يشغله، ما قالكش اي حاجه غير كده. اذا كده عندي نمبر اوف انبوتس بيساوي زيرو، النمبر اوف اوتبوتس بيساوي واحد، عايز رجل من رجول المايكرو كنترول. تمام. طيب الكلام ده هيمشي ازاي او الخطوات بتاعت الكلام ده هتمشي ازاي؟ انا كده في دماغي ابتدي ادور العمليه، قال لك هو عايز يقيد الليد. طيب يبقى انا كده الرجل اللي انا هختارها او البنايه اللي انا هختارها هطلع عليها 5 فولت، وبعد كده بيقول لك هقيدها لمده ثانيه، يبقى هستخدم الداله اللي اسمها ديلي اللي انا شرحتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، واعمل ديلي بيها بقد ايه؟ بواحد ثانيه. طب كده تمام. بعد كده بيقول لك اطفيها، يبقى لك تطفيها يبقى تطلع على البنايه ديت 0 فولت، وبعد كده بيقول لك لمده ثانيه، يبقى انا اعمل الامر ديلي تاني برضه لمده ثانيه، وبعد كده بيقول لك ايه ده انا عايز يعني هو بقى معنى البرنامج ان المايكرو هيقدر ينفذ الحاجات دي كتير قوي يعني ما لا نهايه، يبقى انا استخدم وايل ايه؟ وايل واحد. تمام، ده كده خطوات البرنامج في دماغي. اول حاجه قلنا في حاجات ثابته في كل برنامج هكتبها، وقلنا من ضمن الحاجات ديت داله المين زي ما احنا شايفين كده، ادي فويد مين والقوسين بتوعها زي ما احنا شايفين كده، دي اول حاجه بكتبهم على طول. ايه تاني؟ قلنا في ثلاث مربعات كنا اشرنا اليهم قبل كده، الثلاث مربعات دولت نبص عليهم كده عشان بس الناس تفتكر. ادي كده اول حاجه تعريف المتغيرات، ثاني حاجه الداتا دايركشن، ثالث حاجه الانيشال فاليوز. تعريف المتغيرات زي الانسايند كاركتر والانسايند انتجر والسايند انتجر والسايند كاركتر والسترينج والكاركتر والكلام ده كله. الداتا دايركشن قلنا هو امر واحد بيستخدم في الداتا دايركشن اللي هو امر تريس، اللي هو بقدر احدد بيه البن بتاعت المايكرو كنترولر هشتغل انبوت ولا اوتبوت، بس كلام مختصر خالص اهو. انيشال فاليو لو انا عايز اخلي توم احط المايكرو في الدايره في الدايره يكون بدايه تشغيله، هيكون الليد مطفي ولا شغال، هي ديت معنى الانيشال فاليو. فنبتدي نخش على البرنامج. اول حاجه الفويد مين، بعد كده قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه كان في المربع الاولاني كان بيقول لك الفاريبل ديكلاريشن تعريف المتغيرات، انا مش محتاج هنا في البرنامج ده متغيرات، يبقى اخش على المربع الثاني اللي هو الداتا دايركشن. طب هنا بيقول لك
انا عايز ليد اركبه على المايكرو كنترول عشان يشتغل، يبقى الليد ده اوت بوت، يبقى التريس بتاعه كام؟ بزيرو. اذا قاعده نعرفها كده، قال لك لو عايز بن معينه تشتغل انبوت يبقى التريس بتاعها بواحد على طول، لو عايز بن معينه تشتغل اوت بوت يبقى التريس بتاعها بكام؟ التريس بتاعها بكام؟ بزيرو. طيب لو عايز تخرج على بن معينه تخرج عليها 5 فولت، يبقى البورت بتاعها، الامر اللي اسمه بورت بتاعها يعني بيقولوا كده بالفلاحي، البورت بتاعها بكام؟ بواحد. ولو عايز تخرج عليها زيرو يبقى البورت بتاعها بكام؟ بزيرو. فالرجل بتاعت المايكرو كنترولر عايزها تشتغل كايه؟ كاوت بوت، فالتريس بتاعها بكام؟ التريس بتاعها بايه؟ التريس بتاعها بايه؟ بزيرو زي ما احنا شفنا كده. ده كده الامر. طبعا عارفين امر تريس، الناس تراجعوا الفيديو عشان مش هنشرحه تاني. طيب قلنا بعد ما كده احنا خلصنا المربع بتاع الايه؟ بتاع الداتا دايركشن، نخش على المربع بتاع الانيشال فاليوز. انا عايز لما توم احط المايكرو في الدايره يكون الليد شغال ولا مطفي؟ احنا هنخليه مطفي، فحطيت البورت بتاعه بكام؟ بزيرو. هو بيقول لك كده الانيشال كونديشن ان الار بي 1 بيساوي زيرو. ار بي 1 يعني ايه ار بي 1؟ يعني البين رقم 1 في البورت بي. ما هو بورت بي دوت اف 1 تريس بي دوت اف 1، احنا اخترنا كده، احنا اخترنا بالنيه اللي هي بي 1 عشان نشتغل عليه. بعد كده فور بين قوسين اثنين سيمي كولون وقوس الفتح وقوس الغلق بتوعهم، ايه الكلام ده؟ فور بالشكل ده بتساوي واي الواحد اللي احنا شرحناها قبل كده. انا بس بديكم كذا حاجه عشان الناس تعرف ايه لما تشوف ديت ما تنطربش او تبقى عارفينها يعني. ففور بتساوي واي الواحد، فور بالطريقه دي بتساوي واي الواحد. طب كده عرفنا، خلصنا الاجزاء اللي ايه؟ اللي هي العامه اللي بتتكتب في البرنامج. فاضل بقى الجزء اللي هو ايه؟ الاوامر بتاعت البرنامج نفسه. احنا قلنا هنعمل ايه؟ نطلع 5 فولت ونعمل ديلي، بعد كده نطلع 0 فولت ونعمل ديلي. طب هنطلع على البن رقم كام؟ البن رقم 1 في بورت بي. ادي الكلام ده اهو، هنقول له البن رقم 1 في بورت بي حط عليها كام؟ 1. طيب واعمل لي ديلي بكام؟ بمقدار 2 مللي سكند. انا هنا معلش دي غلطه، المفروض ديت تبقى 1. طيب بمقدار 1000 مللي سكند اللي هو 1 سكند يعني. بعد كده خرج لي على البن رقم 1 في بورت بي، خرج لي عليها 0 واعمل ديلي لمده كام؟ لمده 1 سكند. ده كده شكل البرنامج بتاعي. طب كده تمام، كده احنا عرفنا البرنامج بتاعنا. المفروض بقى نروح نحطه فين؟ على المايكرو سي. نروح بقى نحطه على المايكرو سي. ناخد البرنامج بتاعنا كده، المفروض كنا ناخده كوبي بس هيبقى عندنا مشكله ان احنا ناخده كوبي. ماشي ان شاء الله مفيش مشكله. نروح نفتح المايكرو سي، برنامج المايكرو سي. طبعا هفترض انكم سمعتوا شرح برنامج المايكرو سي، فهنخش نقول له بروجكت، نيو بروجكت. اول ما اضغط نيو بروجكت هيظهر لي الشاشه دي، هقول له نيكست. الناس بقى يعني اللي عايز يقرا يبقى يقرا يعني، هقول له نيكست. بعد نيكست بعمل ايه بقى؟ بحدد كذا حاجه. اول حاجه اسم البروجكت بتاعي، انت عايز البروجكت بتاعك اسمه ايه؟ هقول له اسمه فلاش واحد. عايز تحفظه فين؟ هنحفظه احنا على الديسك توب، نعمل نيو فولدر على الديسك توب ونسميه مايكرو كورس، مايكرو كنترولر وخلاص. ونقول له خش جوه ده المايكرو كنترولر ده، نقول له اعمل جواه نيو فولدر وسميه ديجيتال ان input و output. ماشي digital in input and output. نقول له اوكي، وعندنا ده digital in، ونقول له ده البرنامج رقم واحد. نخش عملنا مايكرو كنترولر ده نيو فولدر على الديسك توب، ودخلنا عملنا حاجه اسمها ديجيتال ان ديجيتال اوت عشان دوت البارت الاولاني اللي هو خاص بالديجيتال ان ديجيتال اوت، وده اول برنامج عندنا هنقول له رقم واحد واقول له اوكي. كده انا عرفت البرنامج بتاعي هيتحفظ فين، مطرح بقى ما الناس تحب تحفظه تحفظه. نوع المايكرو اللي احنا هنشتغل عليه بحدده برده من هنا، بقول له نوع المايكرو بتاعي اللي هو 16 اف 78 ايه، لو مش هو اللي متحدد ببتدي اختاره، انزل هنا واختار المايكرو اللي انا عايزه. ده كده الكروك اللي انا هشتغل عليها.
الكلوك اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله يا اما 4 يا اما 8. هنفترض دلوقتي ان احنا هنشتغل على ال 8 ميجا هرتز، فهقول له ايه، اسيبها زي ما هي واقول له نيكست. يعني ديت كده بتستخدم لو انت عايز تضيف مجموعه دوال تانية او فايلز تانية على المشروع. سيبكم الموضوع ده دلوقتي، مش هنحتاجه دلوقتي خالص. نقول نيكست. انكلود اول، ديت اللايبراري اللي انا بستخدمها في البروجكت بتاعي، برضو سيبكم الموضوع ده، خليها انكلود اول وقول له نيكست. كل الحاجات ديت هيبان تفاصيلها قدام ان شاء الله، واقول له فينش. قلت له فينش، جاب لي ايه البرنامج زي ما احنا شايفين كده. المفروض انا ابتدي اكتب البرنامج بتاعي بقى فين في الجزء ده كده. فادي البرنامج، ده البرنامج بتاعي زي ما احنا كنا كاتبينه هناك. بعد كده بعد ما كتبت البرنامج ببتدي اقول له ايه، ببتدي اقول له بيلد واقول له بيلد. المفروض بقى في قائمه مسجز هنا لو في ايرور معين هيظهر لي الايرور هنا. مثلا على سبيل المثال نشيل السيمي كولون دي كده مثلا، فاقول له بيلد. ايه اللي تم يا جماعه؟ قال لي ادي سيمي كولون انا يعني اكسبكتد، يعني المفروض ان هي ايه، المفروض تحط السيمي كولون هنا. وطبعا هو علم لك على السطر اللي فيه المشكله اللي هو ده، فانت بتيجي هنا تضغط تحط السيمي كولون وتقول له بيلد، بيقول لك البرنامج بتاعك سليم 100%. بيبتدي برضه يوضح لك انت استخدمت كام من الفلاش ميموري، واستخدمت كام من الرام، هيستخدم كام من الرام، وهكذا. الناس تبقى ايه، اللي عايز يقرا بيقرا الحاجات دي. كده انا خلصت البرنامج، وكده هو عمل لي او عمل جنريت للملف الاكس دي اسمال بتاعي. لو انا جيت بصيت اهوت على الملف اللي احنا عملناه، ادي الملف، بدخل عليه، ادي ديجيتال ان ديجيتال اوت، وادي رقم واحد. هنبص الاقي ادي الايه، الجزء الاكس دي اسمال ده هو اللي هيتحط على المايكرو كنترولر. ده كده الجزء اللي هيتحط على المايكرو كنترولر. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي نعمل البرنامج دوت على نعمله على بروتوس. واتمنى ان يكون الشرح يعني يكون واضح، ويكون الناس تستفاد منه باقصى قدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.